اهلا بحضراتكم من جديد، مكملين النهارده حلقتنا مع ابطال العاب القوى، ولكن هيكون دلوقتي مع البطلات. بطلاتنا هنرحب في البدايه بمرام محمد شبانه صاحبه 16 سنه وذهبيه القرص. اهلا بيك يا مرام. اهلا بحضرتك، منورانا والف مليون مبروك على الدهب. الله يبارك في حضرتك. بنرحب بشهد محمد صاحبه 18 عام وصاحبه الذهب في الزانه وايضا برونزيه التتابع. اهلا بيك يا شهد. اهلا بحضرتك، منورانا في قناه الاهلي. ميرسي، مرحبا. طب ابتدي معاك يا مرام، يمكن زي ما سالت عمر واحمد كان معانا في الفقره الاولانيه، اتاهلت ازاي بطوله عربيه؟ اتاهلت، الموضوع يعني كان في تحديات كتير قوي لان انا سني صغير، انا اصغر واحده 2006، ربنا يحفظك يا رب. فالموضوع كان في ناس، كان في كذا حد في الاتحاد مش موافق ان انا اسافر اصلا، بس يعني كابتن ياسر طبعا واقف في ظهري، وكابتن ياسر فرج مدربي، كابتن ياسر داوود طبعا معانا على طول طبعا. فكابتن ياسر واقف معايا كتير لحد يعني الحمد لله. مثلا طبعا تعبنا كتير لحد. طب خليني اسالك، يعني انتوا لما بتتاهل لبطوله بيبقى في بطوله جمهوريه، لعبت بطوله جمهوريه؟ لعبت بطوله الجمهوريه واخدت فيها مركز تاني. خدت مركز تاني وطلعت بناء عليها البطوله العربيه. وردك بالذهب ده انت رديت على كل المشككين فيك. الحمد لله. طبعا الحمد لله. من كل اللي شككوا فيك ان انت صغيره وانت بتلعبي مع ناس عمرهم 18 سنه و 19 سنه. اكيد طبعا طبعا. طب المركز الثاني معاكي كان مين في البطوله العربيه؟ المركز الثاني كان بسنت. بسنت من مصر؟ بسنت من مصر. عمرها كام سنه؟ اكبر مني بسنه، عشان هو في 5. ما شاء الله اصغر. الحمد لله. طب اللاعبات العرب، فاكرة التوانسة تونسيات كان عمرهم كام؟ كان في واحدة 2006 معايا، وواحدة تقريبا 2005، وواحدة تانية من الكويت 2005 برضو. يعني يعتبر انا اصغر واحدة وواحدة تانية. بس اصغر واحدة بس انت اصغرهم. ولكن الحمد لله. طب واحنا دلوقتي بنقول بقى فين الناس اللي كانت بتشكك في مرام وتقول مش رايحة وبتاع؟ احنا رضينا دايما النادي الاهلي بيرد في الملعب. طبعا طبعا دايما النادي الاهلي في الاول. برافو عليك، الله ينور عليك يا مرام، ما شاء الله.